السلام عليكم، انا الاسم ديالي سمير الزناتي، رقم البطاقه الوطنيه A167916، تنسكن في زوق جنين عمارة 6 رقم 2 شارع الزتاء المدينه العتيقه الرباط. كنت من المواطنين والمواطنات اللي عندهم رميد، هذا شيء مستحسن. من بعد ما تم الاعلان من صاحب الجلاله نصره الله عن الورث الملكي ديال التغطيه الصحيه الاجباريه، تم الادماج ديالنا في اطار التغطيه الصحيه امو. على كل حال دخلت انا والاخت ديالي وواحد ودخلتي معنا، يعني حنا ثلاثه. المهم عاوتاني تيطلع المؤشر، ما علينا، خرجوا لي واحد الدعم المباشر 500 درهم قبضتو مده ديال 9 شهور. هذا الشهر اللي فات اللي خصني نشدها صيفطوا لي ميساج، لقد تم توقيف دعمكم المباشر الاجتماعي، ما عرفتش علاش، ما عنيناش. مشيت للسينيسيس ديال الرباط مرشد النوار، قالت لي السيده خصك تمشي للسيبر ودير عندهم هذا، دير عندهم، دير التضامن امو الشامل. خصني نعطي 144 درهم في الشهر انا والاخت ديالي. حنا الوضعيه الماديه ديالنا هشه، ما تنملكو حتى شي حاجه، كاري دار 300 درهم، ما ودو تجيني 150 170 درهم. يعني خصني كمواطن حسب التعليمات الملكيه ديال صاحب الجلاله نصره الله نستافدوا كمواطنين. اما قال ديال الخلاص حنا راه ما عندناش، والوضعيه اللي تنعيشوها وضعيه يعني صعبه، وكاين اللي جا الحمد لله لوزاره الماليه وزاره الداخليه دير البحث ديالها ويتم تعديل هذا المرسوم هذا باش ما نضيعوش. انا عندي عمليه ديال البروستات، انا الان ما قدرتش ندير عمليه لا انا ولا اختي، لان توقفات لنا امو تضامن، يعني امو التغطيه الصحيه اجباريه. نتمنى من طرف المسؤولين ينتبهوا لهذه الوضعيه هذه ويشوفوا من حالنا. احنا مواطنين بسطاء ما تنملكوا حتى شي حاجه، ويديروا البحث ديالهم، راه ما عندنا حتى شي حاجه، وضعيه هشه جدا جدا. ونتمنى ان تتواصلوا معنا وشوفوا الوضعيه ديالي. انا واختي ما عنديش باش نخلص 144 درهم في الشهر، والدعم راه حيدوا لي، وحنا لا اله الا محمد رسول الله. انا ما عندي لا مدخول لا والو، تنعيش مع المحسنين، هما اللي تيعاونونا تيتعاطفوا معنا. اما انا ما عنديش شي عمل وما عنديش، والحمد لله الا كانت اللجان ديال البحث ديالها راه غادي يوقفوا على هذا الوضع هذا. ونتمنى يكون تجاوب ويعطيونا حتى حنايا التغطيه الصحيه ديالنا ما بالمجان، راه ما عندنا باش نخلصوا، راه حنا تنضيعوا. ونتمنى يكون اذان صاغيه من طرف المسؤولين 500 درهم والتغطيه الصحيه، لان خصني نفتح على البروستات. انا الان مجبر باش ندير عمليه جراحيه، ولكن ما لقيتش، ما عنديش باش نمشي للكلينيك ب 8000 ولا 7000 درهم. الرساله ديال المسؤولين يتجاوبوا معنا ويديروا بحث، اعاده البحث عن طريق السلطه المحليه او عن طريق اي جهاز اللي يمثل التغطيه الصحيه الاجباريه، ويشوفوا من حالنا باش حتى حنا نستافدوا كمواطنين. اما باش نخلصوا حنا راه ما عندنا شيء، ونبقاو هكذا ضايعين. ونتمنى ان نجد اذان صاغي من طرف المسؤولين على التغطيه الصحيه، لا المسؤولين اللي كاين في الوكاله ديال الدعم المباشر ولا المسؤولين ديال الضمان الاجتماعي. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.